وللمزيد من النقاش والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتور أيمن، كيف تنظر للمشاركة المصرية في هذه القمة ودلالتها؟ أنا في تقديري مصر لعبت الدور الأول في تحقيق هذه الآلية، آلية التعاون الأفريقي الروسي، لأن مصر عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في عام 2019 لعب الدور الأكبر في انعقاد القمة الأولى في سوتشي في 2019 بحضور أكثر من 43 رئيس ورئيس وزراء في ذلك القمة. لذلك مصر شريكة لروسيا في تأسيس هذه الآلية، وسوف يذكر التاريخ أن أول قمة والتحضير لهذه الآلية وتجهيزها بهذه المسارات المتعددة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية كانت من بنات أفكار مصر وبدعم كبير جدا من روسيا. لذلك مصر هي فاعل وشريك في إيجاد هذه واختراع وخلق هذه الآلية من الأساس. طبعا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثانية هي مشاركة فعالة للغاية. رأينا مدى الحفاوة ومدى الترحاب ومدى الكلمات التي رحب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الحقيقة العلاقة المصرية الروسية علاقة متميزة، ليست من الآن، هي منذ أيام الاتحاد السوفيتي. سوف نحتفل يوم 26 أغسطس القادم بمرور 80 عام على العلاقات الروسية المصرية التي بدأت في أغسطس عام 1943. منذ 43 وحتى الآن تطورت العلاقة المصرية الروسية في كافة المجالات، وتقريبا لا يوجد مكان في مصر إلا ما هناك بصمة روسية. المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في الخمسينات والستينات ما زالت شاهدة على هذه العلاقة. مستقبل العلاقة المصرية الروسية عندما ننظر لمشروعات عملاقة أيضا يتم بنائها الآن، نتحدث عن محطة الضبع النووية، نتحدث عن المنطقة الاقتصادية الروسية في محور قناة السويس، كلها مشروعات عملاقة وتؤسس لي علاقة مستدامة وعلاقة مستمرة ولعقود مستقبلية بالمناسبة. خاصة دكتور أيمن، يعني أنه مصر اعتمدت في سياستها الخارجية على يعني الانفتاح والشراكة والتوازن أيضا. كيف ترى أهمية هذا الدور الذي تلعبه مصر والاهتمام الذي توليه مصر بالقضايا الإفريقية والتحديات التي تواجهها أيضا؟ أولا يعني أشكر حضرتك على إشارتك إلى نقطة التوازن في العلاقات الخارجية المصرية. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها علاقات استراتيجية كاملة، وهذا هو أعلى مستوى في العلاقات بين الدول مع الدول الخمس دائمة العضوية. لا توجد دولة في العالم تحتفظ ولها علاقات شراكة استراتيجية كاملة مع الدول الخمس. كما تعلمين هناك خلاف وانقسام في مجلس الأمن، هناك انقسام في العالم الآن ما بين الشرق والغرب. قدرة الدولة المصرية وقدرة الدبلوماسية الرئاسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصيغ مساحات من الشراكة ومساحات مشتركة مع كل هذه القوى الدولية، هذا أمر صعب لكنه تحقق وتحقق بالفعل. الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر القمة الأفريقية الأمريكية في ديسمبر الماضي، وها هو يحضر القمة الروسية الأفريقية الآن في سان بطرسبرغ. هذا دليل على قدرة الدولة المصرية على تنويع خياراتها وتنويع أدواتها وقدرتها على بناء جسور من التعاون مع الجميع، سواء كانت دول عظمى، دول كبرى، دول حتى الصغيرة والمتوسطة. حضرتك أشرت إلى نقطة أخرى، اهتمام مصر بأفريقيا. أنا في تقديري سوف يكتب التاريخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يصيغ مصالح للقارة الأفريقية لم يقوم بها أي رئيس آخر في أفريقيا، ربما منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاحتلال، سواء الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي أو البرتغالي. لماذا؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يهتم فقط بالعلاقة المصرية الأفريقية، ولم يهتم حتى فقط بخلق أدوات للتواصل ما بين أفريقيا والعالم مثل آلية التواصل الروسية الأفريقية فقط، لكنه حتى عندما كان يذهب لأي منتدى دولي أو إقليمي كان يتحدث عن القضايا الأفريقية. سوف يثبت ويشهد التاريخ مثلا على صناديق الاستثمار المشتركة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو أول رئيس يتحدث عن فكرة الصناديق الاستثمارية الثلاثية، بمعنى عندما يلتقي الرئيس المستشار الألماني
أو الرئيس الفرنسي أو حتى الرئيس الروسي كان يتحدث عن صندوق ثلاثي ليس فقط بين مصر وألمانيا أو مصر وفرنسا، لكنه كان يدخل الطرف الأفريقي كطرف ثالث في صندوق الاستثمار هذا بحيث أفريقيا تستفيد. وأذكر حضرتك وأذكر السادة المشاهدين بأن أول جولة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية في النصف الثاني من عام 2014 كانت لأفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في ملابو. صحيح. يعني كمان تقول لنا الأرقام وهي مهمة جدا، إن 35% من إجمالي الزيارات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج كانت لأفريقيا، وهي تصل إلى حوالي 40 زيارة، وهذا رقم يعني غير مسبوق في علاقات أي دولة أو أي مسؤول في أفريقيا في اهتمامه بالقارة الأفريقية. لو نظرنا كمان للمشروعات اللي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كنت لسه هسأل حضرتك يعني دكتور أيمن عن ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة، وأيضا المشروعات التي يعني أولها اهتمام خلال هذه الكلمة. يعني أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي مهموم بالقارة الأفريقية على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو مستوى البنية التحتية، لأن مصر بتعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار أو سياحة أو نمو لأي دولة بدون بنية تحتية. لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح مجموعة من الأفكار، أنا في رأيي لو تم تنفيذها سوف نرى قارة أفريقية أخرى غير التي كانت في الماضي وغير حتى التي نراها في الوقت الحالي. تحدث عن الربط السككي، ربط القارة من شمالها لجنوبها وشرقها بغربها بخطوط سكك حديدية، ولا يمكن لأفريقيا أن تستفيد من موادها الأولية أو تصنعها أو غيرها أو تصدرها بطريقة تستفيد منها بدون هذه الشبكة. تحدث عن طريق بري يصل شمال القارة بجنوبها خط القاهرة كيب تاون، وهذا المشروع يتم الآن كل دولة تنفذ الجزء الخاص به. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة هزيمة الإرهاب في أفريقيا وضرورة أن تكون هناك مقاربة أفريقية مشتركة لهزيمة الإرهابيين، لأنه عندما يكون هناك إرهاب في أفريقيا لن تستطيع الدول الأفريقية التفرغ لمشروعات التنمية. لذلك أنا في رأيي ما جاء في كلام السيد الرئيس في اليوم وحديثه المطول دائما والمهموم دائما بالقضايا الأفريقية كلها تشكل بمثابة خريطة طريق للتعاون الداخلي بين الدول الأفريقية من ناحية، وأيضا خلق منصة وأدوات ومسارات جديدة للتعاون ما بين أفريقيا والقوى الدولية وفي مقدمتها روسيا، لأن أنا أستشعر أن هناك مقبولية روسية في القارة الأفريقية، هناك ميول في أفريقيا للتعاون مع روسيا ربما أكثر من غيرها من القوى الأخرى، وهذا له أسبابه. ربما في مقدمة هذه الأسباب في تقديري هو أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية، تحترم النموذج التنموي الأفريقي، لا تريد أن تفرض قيما من الخارج أو قيما روسية خاصة بها على الدول الأفريقية وعلى الشعوب الأفريقية. لكل ذلك أنا في تقديري هناك قبول للأجندة الروسية في أفريقيا، خصوصا أن روسيا لك أن تتخيلي دولة بتحارب حوالي 50 دولة أخرى في العالم، لكنها في ذات الوقت تتحدث عن دعم أفريقيا، عن مساعدة أفريقيا، أنها تمد أيديها بالتعاون للشعوب الأفريقية. لذلك أنا في تقديري هناك مقبولية وهناك قبول كبير جدا للدور الروسي ومستقبل التعاون الروسي في أفريقيا في الفترة القادمة. طيب أختم معك دكتور أيمن بهذا السؤال، يعني رأيك حول المكتسبات المتوقعة للدول الأفريقية من خلال المشاركة في هذه القمة؟ أنا في رأيي أول شيء هناك مكسب سياسي. أفريقيا الآن لم تعد رقما مهملا في العلاقات الدولية. الرئيس بوتين تحدث عن أن أفريقيا سوف تكون رقم في المعادلة الدولية في الفترة القادمة، تحدث أنه يتمنى في شهر سبتمبر القادم أن يكون الاتحاد الأفريقي جزء من مجموعة العشرين، وهذا مهم جدا. خروج القارة الأفريقية من ذاتها واهتمامها بالقضايا الدولية وانخراطها في القضايا الدولية أنا في تقديري سوف يحقق مصالح غير مسبوقة في أفريقيا، لأن الآخرين كل القوى الدولية تنظر لأفريقيا بأنها مكان للمواد الأولية للحصول على المواد الرخيصة، وانتهى الأمر عند هذا الحد. الرئيس بوتين يتحدث اليوم عن عالم متعدد الأقطاب، تكون القارة الأفريقية أحد هذه الأقطاب،
أنا في رأيي هذه دعوة غير مسبوقة، وهذا أمر غير مسبوق، وهذه يعني فائدة عظيمة للقارة الأفريقية. لكن أيضا هناك مكاسب أخرى. تحدث الرئيس بوتين أنه مستعد لتقديم الحبوب حتى لو بالمجان لبعض الدول الأفريقية. تحدث صحيح. عن مشروعات في التعليم والتعليم العالي وإنشاء مدارس باللغة الروسية. تحدث أيضا عن مد أفريقيا بالتكنولوجيا، وأنا في تقديري هذا أمر في غاية الأهمية. أفريقيا تبيع المواد الأولية، ودون المصنعة لا تكسب منها شيء. تصنيع هذه المواد أو بيعها حتى بنصف مصنعة ربما يدر على أفريقيا مكاسب، وربما مبيعات تفوق المبيعات التي تقوم ببيع المواد الأولية بها في الوقت الحالي. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم.